أخبار اليوم. بالنسبة لسعادتك، كان حد بلغ مثلا بوجود الحادث؟ هو طبعا أول ما الحادث وصل المستشفى جالنا عن طريق الطوارئ إن في حادث. تمام. محطة منوف. تمام. قطر منوف. تمام. فجات الحادثة، جم الأفراد بالتوالي ورا بعضهم. أيوه. واحد ورا واحد وصلوا العدد اكتمل 13 واحد. ماشي. 13 جاي منهم اتنين متوفى اصلا. أيوة. جايين متوفيين. اللي هم ال 11 الباقيين. تمام سعادتك. ال 11 الباقيين تم تحويل واحد منهم، اتنين يا رب، اتنين الى جبيل الكوم التعليمي، واحد اشتباه كسر في قاع الجمجمه مع نزيف في المخ، واحد اشتباه في الفقرات. اللي هو عنده اشتباه في كسر في قاع الجمجمه مع نزيف في المخ ده توفى في شبين، واللي هو اشتباه في الفقرات كويس، واللي عندنا هنا كلهم كويسين ما عدا واحد دخل عمليات كان جايت انفجار في البطن، وفيه تعدد في البطن انفجار، فدخل العمليات وتم عمل عمليه استكشاف، وبعدها دخل العيان المركزي وتوفي بالعيان المركزي. اذا دلوقتي الحالات كلها تعتبر 13 حاله، يعتبر 4 وفاه، 2 متوفين هنا جايين اصلا متوفين في جايين متوفين للمستشفى، وفي واحد اللي توفى في المستشفى بعد عمل الجراحه ليه في منوف، والتاني في شبين. يعني 3 متوفين ولا 4؟ 4 متوفين اصلا، 2 جايين متوفين اصلا للمستشفى، وفي واحد بعد ما دخل عمليات وتم عمل استكشاف ليه توفى. تمام. وفي واحد في شبين برضو دخل هناك كان كاسف قلب المجمع على ما دخل ودخلوه على الانعاش توفى برضو. كده 4 يعني 9 حالات. لكن الحالات الثانيه كلها مستقره. حاله اللي هو عنده خلع في الكتف او كسر في الساعد او اشتباه ما بعد الارتجاج، كلها حالات بسيطه يعني. تم عمل كل العلاج، الاشعاعات العاديه والاشعاعات التلفزيونيه والتحاليل، وكله خد العلاج بتاعه، وكان هنا بصراحه طبعا من الاطباء كان متواجد من اول وهله، جميع الاطباء الجراحين المستشاريين اخصائيين الشرايين المساعدين، كل الناس كانت متواجده، التمريض كان على قوته. برضه كان الفروع الاخرى زي العظام والبطنه وكله، وكمان المديريه بعت لنا ناس، بعض الاطباء من المديريه، ولكن الحمد لله ما احتجناش لاي حاجه تانية خالص.